ففي حاجات مش هنحاسب الناس عليها لان هم اللي بيفقدوها. مثلا كابتن الخطيب اتسال قال له انت ايه رايك في الناس اللي مشيت؟ قال انا حزين عليهم، يعني انا زعلان لهم انما مش زعلان منهم. قال لك انا زعلان لهم، ادي ادينا بنتوج اهو في بطوله افريقيا، ادينا بنتوج في كاس العالم للانديه، فكان بيتمنى ان هم يكونوا موجودين في كيانهم وفي بيتهم يعني. انما هي الدنيا كده يعني، وما تعرفش بكره هيبقى فيه ايه يعني. هو دايما فتح النادي الاهلي حضنه لاولاده كلهم يعني، ممكن تلاقي كل الدنيا راجعه يعني. تقعد تتكلم مع فتحي، تتكلم مع اي حد يقول لك كابتن فتحي، كابتن فتحي مبروك. على فكره يا جماعه يعني، وطبعا ده الجمهور النادي الاهلي، احنا كل الكلام اللي بنقوله ده احنا حابين ننقل لحضراتكم قد ايه احنا فخورين باسم هذا النادي، قد ايه احنا فخورين بان فريقنا يومين وهيلعب بطوله، في بطوله كاس العالم للانديه لسادس مره في تاريخه. ايه اللي بيوصلنا بقى من هنا ان احنا نلعب هذه البطوله، ان احنا نبقى بهذا الشكل، ان احنا نبقى بهذا المستوى؟ كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، وقبل كل ده طبعا مسانده الجمهور.